الفكره هتكون كل دوله عايزه يعني نفسها في انهي لقاح مياله ليه اكتر، ولا الامم المتحده هتعمل على انه كل الدول يوصل لها لقاح ايا كان؟ سؤال ذكي جدا يا استاذه دينا. وطبعا بالتاكيد الدول اللي فيها شركات بتنتج لقاح معين، زي مثلا يعني فايزر بتعمل في الولايات المتحده، فهي وعدت بان هيبقى في 20 او الى 30 مليون داخل الولايات المتحده، وعلى طبعا منتصف العام القادم 2021 هتنتج حوالي 100 مليون جرعه توديهم للعالم كله. وطبعا في نقطه في العقار او في اللقاح بتاع فايزر ان هو صعب التخزين، يعني نقله من مكان لمكان هيبقى فيه مشكله طبعا، وان هو جرعتين ورا بعض. بالتاكيد العقارات اللقاحات الاخرى الدوله المنتجه هي اللي هتاخد في الاول بالتاكيد، وطبعا الدول اللي حجزت بقى واغلبها طبعا دول غنيه، وقت ما يبقى فيه بقى انتاج بغزاره وبكثافه من حوالي 12 او 13 لقاح موجودين حاليا و مروا بتجارب ومروا باعتراف دولي، هيبقى في امكانيه لتوزيعهم بقى العادل للدول. وطبعا هيبتدوا بالتاكيد بالاطقميه، يعني احنا سمعنا دلوقتي كلمه وزير الخارجيه عن طبعا الاطقم الطبيه، دول اهم خط الدفاع الاول، فهم لازم اللي يحصلوا على اللقاح في الاول. وبالتاكيد بعدها اكيد الناس اللي بتتعامل بقى مع الجمهور زي مثلا الشرطه، زي بعض الجهات اللي ممكن تبقى فيها تعارض اكتر زي السن، الاعمار الكبيره في السن شويه، هتبتدي طبعا فئات ورا بعضها يعني. طيب فيما يتعلق بالإطار الزمني للوصول للقاح يا دكتور، يعني إزاي بتتعامل الأمم المتحدة أو منظمة الصحة العالمية ك يعني واحدة من أذرع المنظمة الأممية في الإطار الزمني؟ كله هياخد مع بعضه ولا هنبدأ بدول معينة تليها دول معينة؟ أنا فاهمة طبعا الدولة اللي الشركة المنتجة في الدولة هتاخد طبعا اللقاح أو هتحصل عليه أول واحدة، بتكلم على بقية الدول. طبعا صعب ان احنا نقول ان 7 مليار و600 مليون هناخده في نفس الوقت ولا حتى بنظام، بس بالتاكيد هيبقى الاهتمام بالدول اللي فيها الانتشار اعلى والاخطار اعلى، وبالتاكيد زي ما قلت الاطقم الطبيه لازم تبقى هي الاولى بالرعايه واولى باللقاح بالتاكيد. وبعد كده هيبقى بتستتبعه، صعب قوي ان احنا نحكم ولا اي منظمه عموميه ولا اي سيستم يقول السبعة مليار والستمية مليون هياخدوا في توقيتات ايه. بس طبعا اللقاحات لسه قدامها شوية، يعني احنا حتى فايزر المفروض من اللقاحات اللي هي يعني قالت ان هي خلاص في المرحلة النهائية، يعني هيبقى متاحة على اول العام القادم، هتنتج ارقام بسيطة قوي وقليلة لان انتاج والتصنيع اول العام القادم. دول قالوا اكتر من لقاح انه هيكون موجود في نص شهر ديسمبر، حتى انه بعض الدول، بريطانيا طبعا تعاقدت مع فايزر، لكن بعض الدول اقامت اماكن خاصه بالتطعيم انتظارا لوصول اللقاح، وبالتالي يعني تطعيم المواطنين.